السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا لو اول مره تشوف فيديو ليا، يا ريت تشتركي في القناه ولايك وشير وتفعيل الجرس. النهارده ان شاء الله هعمل لكم طريقه عمل كشري دايت. ده ممكن تاخديه مره في الاسبوع لو انت طبعا مقلله النشويات خالص وعايزه تدخلي النشويات. دي طريقه عمل كشري دايت. الطريقه دي انا شفتها قبل كده من سالي، وكنت زمان بعمل كده يعني، لاني مفيش مكرونه خالص في الكشري. هو طبعا مش هيبقى زي الكشري المصري بالظبط يعني، بس ده شبيه ليه قوي يعني. هنستخدم العدس اللي هو اللي بجبه مع الرز. هنحاول نخلي العدس اكتر من الرز، وبصله واحده. تمام كده، تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. بصوا يا بنات، في الحله هحط معلقه زبده واحده زي ما احنا شايفين كده، وهخلط عليها البصل. بصوا كده بنات، اهي انا خرطت البصله وحطيتها في معلقه الزبده. هستنى عليها لحد ما تصفر، وبعد كده هنزل عليها بالرز والعدس. خليكم بقى معايا. بصوا يا بنات كده لحد اصفر كده حلو معايا، هنزل بقى بالعدس والرز. تمام، وهقلبها مع البصله ومعلقه الزبده. هنشمع كده ايه الرز والعدس بالزبده وبالبصله عشان تدي طعم الرز والعدس حلو. تمام كده، اهو قلبوه حلو قوي. وهنزل بقى عليه دلوقتي بالمية. هحط مية عليهم. انت طبعا تعملي المقدار انت عايزاه، انا عاملة المقدار ده لكذا نفر يعني، مش بس يعني كل ده. تمام اهو كده كده حلو قوي كده. بصوا اهو كده اتشمع معايا حلو قوي، وهي معلقة زبدة واحدة، معلقة زبدة بقى معلقة زيت. تمام اهو كده، هجيب بقى المية. بصوا اهو كده يا بنات، انا حطيت المية. تمام، هحط بقى حبة فلفل اسود وحبة ملح، لو حبة شطة، لو مش حابة تحط الشطة بلاش، بس الشطة حلوة بتعلي الحرق يعني. فهنحط الملح والفلفل والشطة. تمام كده، وطبعا تدوقي المية عايزة ملح تاني ولا لا عشان ما يطلعش معاكي عادم. دي كده طريقة الكشري وهنغطيها. دي كده طريقة طريقة عمل الكشري. هنيجي بقى نعمل دلوقتي مع بعض طريقة عمل الصلصة. الصلصه بقى نعملها ازاي؟ طبعا معايا طماطم انا مقطعاها، ومعايا ملح وفلفل، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا بصله. تمام كده، دي كده مقادير الصلصه. معايا ملح وفلفل وكزبره ناشفه وبصله وطماطم. هنضرب الطماطم في الخلاط عادي جدا بالميه يعني، وهوريكم بقى هنعملها ازاي. معلقه زبده برضو، وحطيت البصله اهي لحد لما تحمر بقى معايا. هنزل عليها بالصلصه اللي ضربتها في الخلاط. بصوا كده بنات، اهو انا نزلت بالصلصه على البصله. هحط بقى البهارات اللي هي الملح والكزبره والفلفل الاسود. تمام كده وبس كده، ونسيبها بقى تتسبك ونغطيها، وهقولكم بقى شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. هو معايا خلص طبعا، ده انا هقدمه مش ليا. احنا بقى هناخده 6 معالق من ده اللي احنا عملناه. تمام، ودي الصلصة اهي اللي انا عملتها. تحطي بقى الصلصة اللي انت عايزاها كده. هو جوزي بيحب الصلصة كتير، فده طبقه يعني. احنا هناخده 6 معالق بس اهو كده. والبصلة دي انا حمرتها في معلقة زيت واحدة كده اهي برضو. وحمص الشام ده مسلوق. بس كده، بصوا فهيبقى معايا خفيف جدا عن الكشري العادي اللي مليان مكرونة وخلاص، ده معظمه بقوليات يعني. بس كده، اتمنى تكون ان الوصفه عجبتكم وتكون سهله عليكم. واشوفكم بقى ان شاء الله في وصفه جديده، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.